مرحبا واهلا فيكم. امبارح شفت لقاء مع المرشح الرئاسي عبد الله سلوم عبد الله، دفعني الفضول لاتعرف على شخصية هذا الرجل، وطبعا واجهته مقدمة البرامج بمجموعة من الأسئلة على مدار ساعة من الوقت، انا لخصت لكم اياها في دقائق. خلينا نتعرف عليه سوا لحتى نعلق بعدين. كان السؤال الاول انه انت كيف ترشحت للانتخابات، يعني شو اللي دفعك للترشح للانتخابات؟ كيف ترشح خاصة في يعني مقابل مرشح قوي مثل بشار الأسد؟ يعني أنا أنتمي إلى حزب الوحدوي الاشتراكيين. هذا الهاجس لم يكن نابع من شخصي، إنما هذا قرار كان في حزبنا، حزب الوحدويين الاشتراكيين، قرر المشاركة في انتخابات الرئاسية لعام 2021، واختارني أن أكون مرشحا للرئاسة ل 2021. وفعلا يعني احنا حزب من احزاب الجبهه، الذي بنيت الجبهه في اساسه على تكافل وتكامل بين الاحزاب، وخاصه مع حزب البعث اللي هو اكبر تجمع حزبي موجود في الجبهه الوطنيه التقدميه. فرشحت انا لهذا الموقع، ليس ضد مرشح او اخر، لكن رشحت لهذا المنصب أنا لإيماني وقناعتي أنني في ترشحي لهذا الموقع إلى جانب المرشحين الآخرين، هذا يعطينا قوة للدولة السورية، لأنه نحن في مع حزب البعث نعيش التكامل والتكافل باتجاه الاستحقاقات الدستورية. في حالة التكامل في الانتخابات الرئاسية لا أعتقد بأنها تستوي مع يعني جبهة تعطي كل أصواتها لمرشح الجبهة، أصبح هناك انقسام يقول لك البعض. لا، ليس انقسام، هناك تكامل وتكافل مع حزب البعث، مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. زلمه ما له على ترشح، يعني الحزب دفش وانا مالي على. المهم، والسؤال الثاني كيف حصلت على الاصوات؟ بنعرف نحن اي مرشح لحتى يوافق على طلب ترشيحه لازم يحصل على 35 صوت من يعني اصوات مجلس الشعب البرلمان السوري، فكيف انت حصلت عليهم يا سيد عبد الله؟ والله حتى نكون صريحين، يعني انا عضو مجلس الشعب لدورين تشريعيين، صحيح، لي اصدقاء وإلي يعني أصحاب في مجلس الشعب، ووزير دولة لشؤون مجلس الشعب 4 سنوات، على علاقة مباشرة مع أعضاء مجلس الشعب، وبعتقد يعني لي صداقات، فبالتأكيد منحوني هذا التأييد. تمام. ووصلت على حملته الانتخابية، حكت بأكثر من مجال، ولكن سألته عن شعار الحملة، القوة بالوحدة، شو بيقصد فيها؟ شعار حملة عبد الله سلوم عبد الله قوتنا بوحدتنا. نعم. على أي أساس تم اختيار الشعار؟ هذا الشعار اخترناه نحن، هذا نهج لدينا في حزب الوحدويين الاشتراكيين. الوحدة هدف، الوحدة هدف، لا يمكن أن تتحقق هذه الوحدة بدون قوة، لا يمكن أن تتحقق الوحدة بدون قوة. بالعكس، قلنا انه قوتنا في وحدتنا، قوتنا في وحدتنا. ومع مراجعه البرنامج الانتخابي له، سالته ليش ما موجوده السياسه الخارجيه على يعني جدول اعمالك او ضمن الحمله الانتخابيه، مع انه هي مهمه جدا في هذا الوقت. كان الجواب لأي برنامج لمرشح أن يأتي بكل مفاصل السياسة أو كذا، فهذه الرؤية، من ضمن هذه الرؤية قد تكون، بالتأكيد سيكون في السياسة الخارجية لها نصيب. نعم. والحقيقة لما سألته على الفساد كانت إجابته لافتة، لكن الفساد انتشر، الفساد انتشر وأصبحت يعني مقولة حلال على الشاطر دارجة بكل مؤسساتنا. حلال على الشاطر، حلال على الشاطر، أنت خالفت القوانين والأنظمة. يعني أنا لما أخالف القانون والنظام أنا فاسد. إذن هذه المقولة يجب أن نمحوها. شو تعاد سعادة خيارة المشو. هذا هو المرشح الرئاسي. تصادف الموضوع طبعا، مثل ما قلت لكم دائما الانسان اذا بيحاكم شغله هيك مجرده
ممكن يعني يخطر له شيء أو ما يخطر له، ولكن لما الإنسان بيحط هالأمور في سياق، خاصة إذا واحد مثل الأزمة السورية مرت وبلش ينكش ويراجع التاريخ ليش هيك صار فينا، كان بالصدفة أنا عم بشوف هذا الكتاب، كتاب مرايا لعبد اللطيف الضاشوالي، رسام كاريكاتير من رسامين الكاريكاتير الأوائل في سوريا، عمل هذا الكتاب النادر يلي رسم فيه معظم الشخصيات رجال الدولة والشخصيات السياسية والرجال المؤثرين في الدولة السورية بهذاك الوقت ببداية أو بالخمسينيات. الكتاب إصدار عام 1947، ولكن ظلوا هالأسماء مؤثرين حتى بداية الستينيات. رح أعدلكم طبعا من وجهة نظره كيف بيشوفهم، مو كل السياسيين ورجال الدولة هدون الناس يلي عرفهم اللي بيحسن يقيموا من خلال وجهة نظرهم يلي يعبر عنهم برسومات. إذا فيني عد صفحات الكتاب أو الشخصيات، هن 174 شخصية رجل دولة وسياسي ورجل مؤثر في المجتمع السوري بالخمسينيات. ضغري نط لذهني سؤال، كيف هيك تم اختزالهم لحتى ما ضل في حدا، لحتى ضل مثل شخصية السيد عبد الله سلوم عبد الله؟ أنا ما في شيء شخصي بيناته، كل الناس خير وبركة، ولكن أنا عم بحكي في ترشح هالشخص بهالشخصية بهالقدرات لمنصب رئيس الجمهورية. شو اللي صار خلال هالنصف قرن أو أكثر من الزمن؟ كيف هيك تم مسخنا نحن السوريين لحتى نوصل من مئات رجال الدولة والشخصيات يعني المعروفة والفاعلة واللي إلى أهداف ورؤى وبرامج وتمتلك القدرة على الكلام والمخاطبة لحتى نوصل لهالمواصيل يلي شفتوها معي؟ سؤال كبير، لازم نفكر كمان بالوصول للإجابة له، لأن الإجابة على مثل هالأسئلة هي الحل الوحيد إذا كان ممكن لسه وجود حل لحتى نبني مستقبل أفضل لنا. بمناسبة الرسامين الكاريكاتير، ضمن مسابقات القناة اللي حكيت عنها، ما بدي أرجع عيد هون بالرابط، ممكن تشوفوا شوي مسابقات القناة. بالإضافة لعبد اللطيف الضاشوالي، كان في رسام كاريكاتير مشهور بسوريا بيرسم تحديدا لمجلة المضحك المبكي، لازم تعرفوا اسمه وتكتبوا اسمه بالتعليقات. ممكن طبعا تعلقوا على الحلقة وبآخر التعليق تحطوا اسم الرسام، ما في مشكلة، أنا ما بدي خلي كل المناقشة حول الرسام، ولكن ضمن مسابقات القناة ممكن تكتبوا اسم رسام كاريكاتير مجلة المضحك المبكي. من خلال مشاركتكم ممكن تحصلوا على فرصة للحصول على نسخة طبق الأصل عن أحد أعداد مجلة المضحك المبكي، لعشر نسخ رح نوزع منها، واحدة من النسخ رح تكون هي النسخة الأصلية للمجلة، صادرة عام 1962، عمرها تقريبا 60 سنة، رح تكون من نصيب واحد من عشر فائزين، 9 رح يفوزوا بنسخة عنا طبق الأصل، نبعتها على العنوان البريدي مهما كان بأي مكان في العالم بيختاروه، وواحد من هالعشرة بالقرعة رح يربح النسخة الأصلية يلي بتوقع يعني ما ممكن تلاقوا منها بأي مكان آخر. شكرا لمتابعتكم، شكرا لدعمكم للقناة وتفاعلكم معنا، وإلى اللقاء. هل هناك نصائح زودوك فيها؟ هل نصحوك بعدم الترشح قبل الإقدام على الترشح؟ شجعوني وقالوا لي ترشح ونحن نشجعك، وحتى أو أطفال بنتي الصغار بدنا ننتخب جدو عبد الله. الخيار هذا التفاح.